انه احنا اليوم بعد 40 عام من الشعارات العربية لتحرير فلسطين وجدنا انه ما بحك جلدك غير ظفرك. للأسف الاستعمار العالمي صنع للدول العربية لكل دولة جرح، وانشغل العرب كل في جرحه، وسايكس بيكو عندما وصنع الحدود الحالية التي ترونها صنع تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر وسوريا. لم يكن الوطن العربي بهذه الحدود سابقا، كنا أمة واحدة. كان الرجل يركب جواده أو جمله من مكة ويأتي إلى موريتانيا بدون حدود ولا جواز سفر. إذا عاد هذا الأمر مرة أخرى ستتحرر فلسطين. نحن الفلسطينيين في مواجهتنا اليومية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبصراحة شديدة وللأسف، نعاني من بعض دول الجوار أكثر من مما نعاني من إسرائيل بدون مسميات. وتبادلت الحديث مع كثير من الكتاب والقراء والأدباء الموريتانيين، والله إني وجدت في موريتانيا حب لفلسطين بالفطرة كما هو الإيمان. حتى أنني تمنيت لو كانت موريتانيا على حدود فلسطين، لكان الأمر غير ذلك.